أهلا بكم. قبل البدء في هذه النشرة ننتقل من جديد إلى عين التيني وتصريح للنائب علي فياض عند خروجه من جلسة الحوار على وضعيته الراهنة، وعلى هذا الأساس حددت الجلسة المقبلة في 21 الشهر وفق الصيغة المعهودة في طاولة الحوار الوطني. هذا أولا. اثنين، دولة الرئيس نبيه بري طرح مبادرة بتقوم على ثلاث خيارات وطلب من القوى أن تعود بأسئلة على هذه الخيارات. الخيار الأول هو أن يتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد يتم تحديد أسسه وطبيعته، وعلى هذا الأساس يتم تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، على أن تلتزم القوى كافة وبصورة مسبقة كتعهد أن تمضي إلى جلسة انتخاب الرئيس في أول يوم بعد انتخاب هيئة المكتب التي تمثل شرط لاكتمال صيغة المجلس النيابي الجديد. الخيار الثاني هو الذهاب إلى الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ وهو قانون 60، على أن يتم أيضا في حال التزمت القوى ذلك أن يتم تقصير ولاية المجلس ويعتمد نفس الآلية لناحية التعهد المسبق بانتخاب رئيس للجمهورية. الخيار الثالث هو الذهاب إلى دوحة جديدة تقوم على منطق السلة المتكاملة، بحيث تستحضر على طاولة الحوار على طاولة يعني هذا الإطار الذي يعالج المسائل كافة، كل الملفات العالقة من الرئاسي إلى قانون الانتخاب إلى الحكومة إلى الأمور الأخرى. دولة الرئيس طلب من القوى كافة أن تأتي بأجوبة أي خيار عليها أن تعتمد في المرحلة المقبلة. هلا طبعا في بعض القوى أجابت مباشرة، أبدت الموافقة، في قوى أخرى تحفظت، وفي قوى ثالثة تريثت على قاعدة أن تأتي لاحقا بالإجابات. لا لك في شغلتين. على الرغم من اختلاف المواقف بدا الجميع متفقين عليها. أولا، التمديد انتهى، لا أحد بوارد أن يعود مجددا إلى التمديد. والمسألة الثانية كمان، الجميع متفق على أن ليس هناك إمكانية لعقد خلوة أو حوار وطني أو دوحة جديدة خارج هذا البلد. الجميع متفقون على معالجة هذا الأمر على في لبنان وفي إطار الحوار الوطني القائم. وشكرا. إذن على طاولة الحوار النيابي في عين التيني طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة أمام المتحاورين ترتكز على قانون الانتخاب، فأما الوصول إلى قانون جديد وأما السير بالقانون النافذ أي قانون 60. ونقل عن بري أنه في حال لم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب تقصر ولاية المجلس وتجرى الانتخابات النيابية. دعوة بري في الحوار ستتردد أصداؤها في اجتماع لجان المشتركة غدا، حيث ستتبلور كل الاتجاهات النيابية من هذا الطرح. وفي شأن آخر، ومتابعة لموضوع العقوبات الأمريكية المصرفية على حزب الله وتعاميم المصرف المركزي حيالها، يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع بين النائب علي فياض عن حزب الله وجمعية المصارف في مكتب فياض في مجلس النواب، سعيا إلى التوافق على مقاربة مشتركة للتحدي المالي الذي فرضته الإجراءات الأمريكية. حياتيا، مطمر النعم سيقفل اعتبارا من منتصف الليل تنفيذا للخطة الطارئة. وفيما توقعت مصادر بيئية عودة النفايات إلى الشوارع، أكد الوزير أكرم شهيب أن هذا الموضوع لن يتكرر، وأن مراكز التجميع يمكن أن تتسع إلى حين الانتهاء من أعمال الردم وتجهيز مطمري الكوستا برافا وبرج حمود. وقبل الدخول في التفاصيل السياسية، نبدأ من بلدة عين دارة، حيث نفذ أهالي البلدة اعتصاما منذ بعض الوقت بعدما اقتحم شقيق النائب الأولى فتوش البلدية برفقة مسلحين للحصول على إمضاء بشأن معمل الترابي الذي سيقيمه في إخراج البلدة. التفاصيل مباشرة عبر الهاتف مع زميلة جوال الحاج موسى. جوال، ماذا عن تفاصيل ما جرى وسبب اقتحام هذا الشخص لمبنى البلدية؟ نعم كاترين، كما ذكرت اقتحم في قبل ظهر اليوم شقيق النائب من أولى فتوش المدعو موسى أو بيير فتوش، وذلك للحصول عنوة على ترخيص لإقامة معمل ترابي في بلدة عين دارة.
واحتجاجا على ذلك اجتمع العشرات من اهالي البلده من اهالي بلده عين داره احتجاجا على هذا الاقتحام، وهم الذين يرفضون هذه اقامه هذا المعمل، مع الاشاره الى ان هذا المعمل كان سبق ويعني ارادوا اقامته في زحله، وبعد اعتراض اهالي زحله على اقامه هذا المعمل انتقل الى عين داره. البلدية السابقة برئاسة سامي حداد كانت قد وجهت اعتراضان إلى وزارة البيئة التي أعطت الترخيص مع وزارة الصناعة، أعطت الترخيص لإقامة هذا المعمل في عين دارة، ويبدو يعني لا تزال الصورة غير واضحة بالنسبة لنا، إذ أننا يعني هلأ وصلنا تقريبا. يبدو أن رئيس البلدية الحالي أيضا يرفض أعطاء هذا الترخيص لإقامة المعمل. نعم. ما استدعى تدخل أو اقتحام المدعو موسى فتوش أو بيير فتوش، يعني لم نعرف حاليا إذا كان بيير أو موسى فتوش، ولكن المصنع هو باسم اثنيناتهم بيير وموسى فتوش، استدعى تدخلهم إلى أو دخولهم عنوة إلى البلدية وشهر سلاحهم في وجه عاملة في البلدية، وهذه العاملة هلأ لم تعد هنا، أنه أخذها خي على بيروت، ظاهر أنه أصيبت بنوع من ذعر يعني. والآن الأهالي يعني يجتمعون في منزل العميد مارون بدر لمناقشة يعني إذا كان هناك من تصعيد أو شيء من هذا القبيل. شكرا لك جوال، طبعا بانتظار مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر. بالعودة إلى جلسة الحوار، إذن الجلسة انتهت منذ بعض الوقت في عين التيني، وقد بحثت في قانون الانتخابات النيابية من خلال مبادرة للرئيس نبيه بري، وأرجى النقاش فيها إلى 21 من حزيران المقبل. التفاصيل مباشرة من هناك مع زميل باسل العريضي. باسل، هل لخصت لنا أبرز ما حصل خلال هذه الجلسة؟ بالواقع كاترين، ربما هذه المبادرة توضحت بشكل أساسي مع النائب علي فياض، الذي أشار على أن الرئيس نبيه بري طرح جملة ثلاثة أفكار أساسية، بداية الاتفاق على قانون انتخابي جديد ويصار إلى تعيين هيئة المكتب، على أن يصار بعد ذلك مباشرة انتخاب رئيس للجمهورية، أو الاعتماد انتخابات نيابية بناء على القانون الساري، أي قانون الستين ضمن نفس الصيغة. أما الفكرة الثالثة التي طرحها نبيه بري الرئيس نبيه بري، وهي ربما الأبرز اليوم، كان هناك بعض الإشارات إليها بالأمس، على أنه يقوم بعقد مؤتمر دوحة جديد، بهذا المعنى يصار إلى وضع صيغة متكاملة، صيغة سلة كاملة حول جميع الأمور، الانتخابات، قانون الانتخابات، الحكومة، رئيس الجمهورية، كل هذه الصيغة ضمن مؤتمر. ولدى سؤالين إياه، أين سيكون هذا المؤتمر؟ أجاب على هناك اتفاق على أنه لا يمكن لعقد مثل هذا المؤتمر سوى في لبنان. ايضا يعني على ما يبدو يعني في حال لم يصار الى اتفاق من الان حتى 21 من حزيران، ربما سنشهد مثل هذا المؤتمر او هذا الاتفاق العام، يعني ربما يكون شبه دوحه، اكثر من طائف، اقل من طائف، اكبر من دوحه، اقل من دوحه، كل هذه التفاصيل في الاسابيع المقبله. على اي حال سنستمع الى ابرز التصريحات التي جاءت عقب هذا طاوله الحوار هذا. طلبنا يعني المزيد من البحث بهذا الموضوع، على ان يقوم الرئيس بري بمشاورات مع مختلف الاطراف، وبيرجع بتنعقد جلسه الحوار ب 21 حزيران لحتى نكفي البحث بهالموضوع. الاساس انه في جدول اعمال كان عامله الرئيس بري، جدول اعمال بيبدا بانتخاب رئيس جمهوريه، ومن ثم تفعيل مجلس نواب، تفعيل مجلس وزراء، وقانون الانتخابات. فالرئيس بري عم بيقول لنتفق على قانون الانتخابات، ولا يقر إلا بعدما نتفق على انتخاب رئيس جمهورية، ينتخب رئيس جمهورية ثم يقر هيدا الموضوع الجو العام، وليس لكن ليس قرار نهائي، القرار متروك للمجتمعين اللي بجلستنا ب 21 الشهر، بدنا نشوف كيف ممكن تكثيف جلسات الحوار إن شاء الله للوصول إلى اتفاق بين كل الأطراف. الطرح اللي تقدم فيه الرئيس بري انه نسعى لحل مشكله قانون الانتخابات،
لانه ما في رغبه اطلاقا ان حدا حول الطاوله انه يتمدد لمجلس النواب مره ثانيه بسبب خلاف عن الانتخابات، الا انه كمان انطرح بالوقت زيته انه كيف ممكن ينعمل انتخابات بغياب رئيس جمهوريه اذا ما انتخبنا رئيس جمهوريه. والبحث طرح حول هذه دار البحث حول الامور، وتمسكنا بموقفنا انه موضوع رئيس الجمهوريه هو قبل كل شيء، مع تمسكنا بوجوب اجراء الانتخابات النيابيه، واذا انتخبنا رئيس جمهوريه تخصر ولايه المجلس الممدده ويدعى الانتخابات في اسرع وقت ممكن. آخر ما تقدم به ومما أصبح معروفا أنه مبادرة للدخول إلى انتخابات نيابية، نحن اعتبرنا أن هذا الأمر واقعي جدا. السبب فشلنا جميعا ونعترف بذلك جميعا ونقر بذلك ونعبر عن ذلك يوميا بانتخاب رئيس للجمهورية. فشلنا بمقاربة السلة للاتفاق السياسي الكامل بين بعضنا البعض على قاعدة ما جرى في الدوحة سابقا، وفشلنا أيضا في الوصول إلى قانون انتخابات. نحن بالنسبة إلينا كفريق كنا مع مناقشة السلة وذهبنا في هذه المحاولة، كنا ولا نزال مع محاولة الوصول إلى قانون انتخابات وننزل إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس، لكن لم ننجح. وما هو واضح أننا خلال الأشهر المقبلة قد لا نتمكن من الوصول إلى أي اتفاق حول هذه المسائل الأساسية. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا نفعل بعد أشهر عندما يحين موعد الاستحقاق النيابي؟ من المقرر أن يقفل مطمر النعم أبوابه منتصف هذه الليلة مع انتهاء مهلة الشهرين التي حددها مجلس الوزراء لنقل النفايات القديمة المتراكمة من أزمة تموز الماضي والبالغة نحو 900,000 طن. وبحسب المعلومات فإنه بالتزامن مع إقفال مطمر النعم ستعلن اليوم نتائج مناقصات تلزيم الردم والطمر في موقع الكوستا برافا خلدة لناحية الأسعار الأفضل، بعدما كانت قد تأهلت 6 شركات وتم قبولها لناحية الشروط الفنية للقيام بها هذه المهمة. كما سيتم الإعلان أيضا عن المناقصات لتلزيم الردم والطمر في موقع برج حمود. وقد أكد وزير الزراعة أكرم شهيب في اتصال مع الجديد أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عند 6 مساء اليوم حول هذا الموضوع، مشددا على أن النفايات لن تعود إلى الشوارع وأن كل الترتيبات أنجزت مع إقفال مطمر النعمة. وأشار إلى أن عمليات تجميع النفايات الجديدة ستستمر في مساحات تم تخصيصها بالقرب من موقعي الكوستا برافا وبرج حمود، بعد أن يتم فرزها وتوضيبها في معمل الكارنتينا. افتتاح منتدى بيفاكس 6 تحت عنوان نحو اقتصاد ديناميكي والعقوبات الأمريكية المالية الحاضر الأبرز. نظمت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز LFA منتدى بيفاكس 6 تحت عنوان نحو اقتصاد ديناميكي برعاية رئيس الحكومة وبحضور حشد من الوزراء والشخصيات السياسية والاقتصادية. وزير المالية علي حسن خليل أكد في كلمته أن التعطيل شامل لمقومات الدولة، مشيرا إلى أن الانتخابات البلدية هي مؤشر حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية. وأبدى خليل ارتياحه لبيان حاكم مصرف لبنان، مؤكدا أن لبنان لا يخرج عن التزاماته في القانون الدولي. وعلى هذا الأساس أخاطب كل المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي في لبنان أن نبعد القطاع المالي والقطاع المصرفي عن النقاش السياسي العلني وعن الدخول في بحث هذه المسألة على العلن، ونعبر عن ارتياحنا للبيان الذي أصدره بالأمس حاكم المصرف المركزي والذي أوضح فيه بعض نقاط الالتباس التي ربما فتحت نقاشا على المستوى الإعلامي، لكننا نعيد التأكيد على أن المطلوب أن نحصر هذا الأمر بالقدر الذي يحقق مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين ومصلحة استقرار واقعنا المصرفي والمالي. شو ما صار نحن إلى جانب حاكم مصرف لبنان في تطبيق القرارات الدولية، شو ما صار نحن مع العمال والموظفين، وأن هذا القطاع يعد أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية وأكثر القطاعات قدرة على خلق فرص عمل للشباب
علماً وأنه يشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تم الإعلان خلال المنتدى عن تأسيس أول معهد للعلامات التجارية العربية في العاصمة اللبنانية بيروت. أكد وزير العدل المستقيل أشرف ريفي لصحيفة الشرق الأوسط أن وزارة العدل لم تتلقى بعد أي طلب من المحكمة الدولية بخصوص إجراء الحمض النووي للتثبت من وفاة القائد الأمني لحزب الله مصطفى بدر الدين. ولفت ريفي لأن الوزارة ستقوم بما يلزم في حال تلقيها طلبا من المحكمة الخاصة بلبنان بالتثبت من وفاة أي متهم، مؤكدا أن وزارة العدل ستقوم بتكليف من تراه مناسبا لإجراء فحص الحمض النووي اللازم وبكل إجراء يخدم مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. بعد الإعلان الداوود يفضح مخالفات رشية. أهلا بكم من جديد. قضى الشاب طوني ساسين البالغ 22 عاما في حادث سير بعد منتصف ليل أمس على طريق عام رياق، وذلك بعدما اصطدمت سيارته من نوع بي أم بقاعدة إسمنتية على جانب الطريق. كما جرح في الحادث الشاب كمال لالو الذي كان برفقة ساسين، وقد عمل الدفاع المدني على سحبهما من السيارة مستخدما معدات الإنقاذ الهيدروليكية قبل أن ينقلهما الصليب الأحمر إلى المستشفى. في مؤتمر صحفي عرض النائب السابق فيصل داوود المخالفات القانونية التي شهدتها العملية الانتخابية في راشية، ومنها الرشا وشراء الأصوات وتهديد الناس بمصدر رزقهم وحرمانهم من الدواء والعلاج على نفقة وزارة الصحة. مع ما رافقها من مخالفات قانونية علنية كالرشا الباهظة وشراء الذمم أو حرمانهم من الدواء والعلاج الذي هو حق لكل مواطن من وزارة الصحة لتحريض الناس على التصويت السياسي واعتبار المعركة معركة مصير ووجود ولي جملات ووزيره في راشية ليسمع المعنيون في الدولة ومن يراقبون صحة العمليات الانتخابية بأي حق وبأي مصوغ ولأي سبب يجول مندوبون من السفارة الأمريكية على أقلام الاقتراع في رشية، هل هم مرشحون أيضا للمسؤولية البلدية فيها؟ نؤكد بشدة أننا سنفتح الملفات من فائض التعيينات في مكاتب وزارة شؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة وغيرها من الوزارات. بلدتا مرجعيون والقليعة تعلنان لائحتيهما للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب. استعدادا للانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة الأحد المقبل في محافظتي الجنوب النبطية، أعلن رئيس بلدية جديدة مرجعيون أمال عيسى الحوراني من دارته في مرجعيون لائحة معا لإنماء الجديدة المكتملة والمنفردة في ظل غياب أي لائحة منافسة لها. برنامج عمل يعكس قلة الكلام وكثرة الأفعال وتنفيذ مشروع فرز النفايات من المصدر، يعني بالبيوت، يعني بدنا نجربها هلا، مع انه في هبه كريمه من جهه خاصه لبناء معمل لهذه الغايه. وفي بلدة القليعة قضاء مرجعيون تم الإعلان عن لائحة القليعة الغد التي تضم 15 عضوا إضافة إلى 3 مختارين. وشعارنا كفاءة تنمية وانفتاح، رؤيتنا التقينا عائلات وأفرادا، هدفنا واحد ورؤيتنا واحدة، نتطلع إلى بناء هيكلية مجتمعية تعزز قدرة الفرد رجلا كان أم امرأة. ومن أهداف اللائحة إعادة تأهيل معمل فرز النفايات والمحافظة على أملاك البلدة والبلدية. قطع الطريق العام الذي يربط محافظتي عكار وبعلبك الهرمل في محل الطريق بيت جعفر من قبل أو قطع الطريق من قبل عدد من أهالي المنطقة، وذلك احتجاجا على منع مرور الآليات الكبيرة ليلا على حاجز الجيش اللبناني الموجود في المنطقة. كذلك قطع أهالي بلدة حوش السيد علي الحدودية الطريق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الإجراءات المشددة للجيش اللبناني في منع إخراج المحاصيل والمنتجات الزراعية من البلدة.
نفذ عمال تشغيل وصيانة الآبار وشبكات المياه في منطقة بعلبك النبشيت وبعض قرى البقاع الشمالية اعتصاما أمام مكاتب مصلحة مياه بعلبك، حيث أغلقوا أبوابها أمام الموظفين ومنعوهم من الدخول إليها احتجاجا على قرار المصلحة توقيف العمل مع المتعهد بعد انتهاء مدة عقده في نهاية شهر أيار الجاري وعدم دمجهم في ملاك المصلحة. وأكدوا أن طلبهم بالضم إلى ملاك المصلحة مشروع لما قدموه من تضحيات، وخاصة أن المؤسسة بحاجة اليوم إلى عدد كبير من العمال. أطلق تكتل منظمات المجتمع المدني في عرسال وتجمع شباب اللبوي مشروع إنارة طريق عام اللبوي عرسال على الطاقة الشمسية في خلال حفل وضع الحجر الأساس للمشروع، وقد حضر الحفل عدد من فعاليات المنطقتين. والمشروع سيكون كفيلا بتوفير الإضاءة على الطريق الممتد من ساحة اللبوي حتى مدخل عرسال على مسافة 5800 متر بواسطة أكثر من 200 منظومة إنارة عاملة على الطاقة الشمسية، ويأتي نتيجة جهود المجتمع المدني وأهالي عرسال واللبوي بهدف تحسين العلاقات بين المنطقتين، هذا إلى جانب دوره في التخفيف من حوادث السير وأهمية كونه مشروعا صديقا للبيئة. بعد الإعلان، مجلس الشيوخ يسمح والبيت الأبيض يرفض. أهلا بكم من جديد. رفض البيت الأبيض مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي أمس يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 من أيلول سبتمبر إقامة دعوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية. وأضاف إرنست: لا يزال الرئيس أوباما يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم. أكد مسؤول إيطالي في مكافحة الحرائق أن مجموعة من المهاجرين أضرموا النار في ملجأ بجزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط من دون وقوع إصابات، في مؤشر على زيادة التوترات في المراكز الإيطالية المزدحمة مع استمرار وصول الوافدين. وأشار جيوسي نيكوليني رئيس بلدية لامبيدوزا إلى أن النار أضرمت بأحد المباني وأنه تم تحديد 4 رجال من المشتبه فيهم. كان في هذه النشرة مطمر نعمة إلى الإقفال منتصف الليلة وشهيب يطمئن. قانون الانتخاب على طاولة الحوار في عين التيني. طلبنا يعني المزيد من البحث بهذا الموضوع على أن يقوم الرئيس بري بمشاورات مع مختلف الأطراف. القانون الأمريكي نجم منتدى بفاكس. ونعبر عن ارتياحنا للبيان الذي أصدره بالأمس حاكم المصرف المركزي. في الختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.